بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول صناعات كهربية، أهلا وسهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا اللي انتوا طبعا يعني أنا متأكد 90% ان انتوا قاعدين جنبه وحواليه ومستنينه في بيتنا مدرسة. النهاردة هنتكلم عن التيار المتردد الحلقة الثانية. احنا طبعا كل سنة طيبين، الترم بدأ وان شاء الله يا رب يبدأ بخير كده يا رب، ويبقى الدنيا كويسة بإذن الله. طبعا امتحاناتنا هتبقى امتحانات شهرية، يعني ان شاء الله كلها بالظبط 10 ايام كده ونلاقي نفسنا امتحاننا شهر 3. طيب احنا خدنا الحلقه اللي فاتت كانت بتتكلم عن التيار المتردد، والحلقه النهارده هتكمل التيار المتردد، فبالتالي يبقى احنا كده غطينا الترم الاولاني في ماده اساسيات او الترم الثاني في ماده الاساسيات. فالحلقتين دول لو ركزنا فيهم شويه ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه جدا، لمينا فيهم المنهج او الشهر اللي هنمتحن ان شاء الله امتحانات ورقيه زي ما اتفقنا مع بعضنا، وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه باذن الله، ونبدا ان شاء الله على بركه الله حلقتنا النهارده. طيب خدنا الاسبوع الحلقه اللي فاتت التيار المتردد، وعرفنا ان التيار المتردد دوت عباره عن ايه. تمام، برافو عليكم. عباره عن مجموعه من القيم اللي بتبقى قيم عليا وقيم سفلى، ولو منها بكده بكلمتين هو لما جينا عرفنا التيار المتردد ان هو تيار متغير في القيمه والايه والاتجاه، والتيار ده هو بيكرر نفسه بشكل ايه منتظم. بعد كده تعرضنا لجزء مهم جدا، القيمة العظمى، وعرفنا يعني ايه قيمة عظمى، وعرفنا يعني ايه التيار ده بيجي منين، وخدنا نظرية التوليد واتفرجنا على فيديو صغير كده كان حوالي 3 دقايق ازاي التيار المتغير بيتولد، وكان اساس التوليد كله او نظرية التوليد اعتمدت على قانون فاراداي اللي قال اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانه يستنتج في هذا الموصل قوة دفع كهربية. برافو عليكم. الجزء اللي كان بقى مهم جدا لما اتكلمنا على بعض العناصر اللي في الدائرة الكهربية زي المقاومة، زي الملف، زي المكثف. اتعرضنا على المقاومه وقلنا المقاومه لو اتوصلت بمنبع تيار متغير او منبع تيار متردد، تمام كده، ايه اللي بيحصل؟ بلاقي الجهد والتيار في اتفاق وجهي واحد، يعني الزاويه اللي بينهم صفر. بعد كده شلنا المقاومه وحطينا مكانها الملف، لقينا الملف ده قلب الدنيا. ليه قلب الدنيا؟ لان الملف لما بيتحط في دايره تيار متغير بيعمل ايه؟ بيقدم الجهد عن التيار بزاويه 90. او واحد يقول لي يعني ايه يا مستر؟ يعني ممكن يقدم الجهد عن التيار بزاويه 90 او ياخر التيار عن الجهد بزاويه 90. تمام. طيب لما جينا قلنا في زاويه بين الجهد والتيار بتبقى زاويه كام؟ 90 درجه، والتيار دايما متاخر عن الجهد بزاويه 90. طيب شلنا الملف وحطينا المكثف. المكثف اللي احنا درسناه بالتفصيل في الترم الاول، النهارده بقى اشتغلنا على انه اتحط في دايره تيار متغير. ايه اللي هيحصل؟ لقينا ان المكثف في حاله وجود تيار متغير بيأخر التيار، ولا بيأخر الجهد؟ لا، خلوا بالكم، بيأخر الجهد بزاوية كام؟ 90. يعني بيقدم التيار عن الجهد بزاوية 90 درجة. يبقى الملف بيقدم الجهد، المكثف بيأخر الجهد، يبقى الاثنين ايه؟ مش هقول بقى عكس بعض او ضد بعض، لا، كل واحد منهم ليه خصائصه في الدائرة الكهربية لما بتوصل مع التيار المتردد. بعد كده اتعرضنا على حاجة تانية خالص، جبنا مقاومة وحطيناها مع مكثف ورسمنا المتجهات، وطلعنا من المتجهات ديت بثلاث مثلثات، مثلث اسمه مثلث القدره، ومثلث ثاني اسمه مثلث المقاومات، والمثلث الثالث كان اسمه مثلث الجهد. مثلث الجهد كده في ابسط اشيائه ان هو ثلاث اضلاع، الضلع الاولاني عباره عن جهد موجود على المكثف، والضلع الثاني الجهد الموجود على المقاومه، والمحصله اللي بينهم الجهد الكلي. فلما كنا بنجيب الجهد الكلي كنا بنربع الجهد اللي على المقاومه ونجمعه على مربع الجهد اللي على المكثف ونجمع ونجيب الجذر، ودي شفناها في نظريه فيثاغورس اللي خدناها في الاعداديه او خدناها في اول ما اشتغلنا رياضه ان شاء الله. طيب المثلث الثاني كان فيه ثلاث اضلاع، ضلع اسمه المقاومه وضلع اسمه الاكس سي. ايه الاكس سي دي يا مستر؟ اللي هي الممانعه السعويه اللي احنا قلنا عليها اللي هي البديل بتاع المقاومه، او هي بتتقاس بالاوم زيها زي المقاومه، فالدايره بدل ما كانت فيها مقاومه ومكثف اصبحت فيها مقاومه وممانعه سعويه اللي احنا سميناها اكس سي. طيب يبقى المقاومه الاكس سي المحصله بتاعتهم بيسموها الزد، اللي هي الاعاقه الكليه او المقاومه الكليه او الاعاقه الكليه في الدايره، وزيها زي الجهد الكلي لما بتيجي تتحسب برضو بنحسبها عن طريق فيثاغورس، ان انا بربع ضلع المقاومه واجمعه على مربع ضلع المكثف اللي هو الاكس سي واجيب الجذر اللي ليهم، كده جبت المقاومه الكليه او جبت الاعاقه الكليه. الضلع الثالث كان عندي ثلاث قدرات، القدره الاولانيه قدره فعاله ودي بتساوي حاصل ضرب مربع التيار في المقاومه، القدرة الثانية بيسموها قدرة غير فعالة، ودي بقى ماشية مع المقاومة الايه؟ السعوية، أو تمشي مع المقاومة الاستنتاجية زي ما هنشوفها النهاردة. لو الدايرة عندك فيها ملف وفيها ملف ومقاومة يبقى أي تربيع في إكس إل. طب لو الدايرة فيها مكثف ومقاومة يبقى أي تربيع في إكس سي. طيب المحصلة بتاعت البي والكيو اللي هي القدرة الفعالة والقدرة الفعالة تسمى القدرة الظاهرية، والقدرة الظاهرية ديت اتفقنا مع بعضنا لما خدناها في الترم الأولاني حاصل ضرب التيار
في الإعاقة أو مربع التيار في الإعاقة أو حاصل ضرب الجهد في الإيه في التيار من غير بقى معامل قدرة ولا من غير ساين الزاوية اللي هي جيب الزاوية. طيب النهاردة إن شاء الله بقى احنا كنا كده بنعمل مراجعه سريعه للي خدناه الحلقه اللي فاتت، وكانت تعتبر حلقه مهمه لانها كانت بدايه ترم، فدي الحلقه الثانيه تعتبر برضو نهايه شهر مارس، ودي مهمه جدا جدا في المراجعه لما نيجي نحل الامتحان ان شاء الله اللي فاضله بالظبط 10 ايام. الجزء ده مهم جدا النهارده لان هنستعوض بدل المكثف هنحط ملف، ومش كده وبس، ده احنا هنشيل بعد كده بقى المقاومه والملف والمكثف ونحطهم مع بعض الثلاثه، ونعرف تاثير الثلاث عناصر لما يجوا في دايره واحده. احنا خدناهم كل واحد على حده، يعني خدنا ده لوحده وده لوحده وده لوحده. الجزء اللي فات خدنا مقاومه مع مكثف، النهارده بقى هناخد المقاومه مع الملف، ونرجع بقى ناخد المقاومه مع المكثف مع الملف، ونشوف اهم جزء اللي احنا بتهيألي كده كلنا بالظبط كده يعني بنحب نشتغل فيه قوي قوي بايدينا، اللي هو جزء المسائل بتاعتنا اللي بتيجي على المقاومه والمكثف او المقاومه والملف او الثلاث عناصر مع بعض. ان شاء الله بعد كده بناخد التردد اللي هو تردد الرنين، وبكده يكون شهر مارس ان شاء الله كده ايه اللي انتوا هتمتحنوه باذن الله كلها ايام بسيطه ونمتحنه يكون غطيناه في الحلقه ديت والحلقه اللي فاتت. نيجي بقى نشوف كده النهارده هنبدا مع بعضنا الجزء الاهم جدا، ان انا هوصل مقاومه مع ملف واشوف ايه اللي بيحصل مع بعضنا. العنوان بتاع النهارده توصيل المقاومه والملف على التوالي وحساب الممانعه الكليه لهما ورسم المنتجات. شايفين الرسمه دي كده، ادي المقاومه ار اهيت، وادي الاكس ال اللي هي الممانعه الاستنتاجيه اللي كانت مكان المكثف، الجهد اللي داخل في الدايره اسمه في توتال، ودي علامه التيار المتغير اللي درسناها في ماده اجهزه القياس. شايفين الجهد ايه اللي حصل له هنا بقى، الدايره دي في حاله توصيل على التوالي، فبالتالي الجهد هنا هينقسم جزئين، جزء هيخش على المقاومه هيبقى اسمه في ار، جزء تاني يخش على الملف هيبقى اسمه في ال. وخلوا بالكم ان ار تقاس بالاوم والاكس ال هنا تقاس بالاوم، ولو جات لك ال بالهنري نحولها لاكس ال عن طريق القانون اللي احنا خدناه، برافو عليكم، 2 باي اف ال. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعضنا كده الدايره شكلها ايه. شايفين الجهد بتاع المقاومه اهو ماشي مع مين؟ مع التيار في اتفاق وجه واحد. الملف لما بيتحط في دايره، برافو عليكم، احنا خدناه على حده الحلقه اللي فاتت وقلنا ان لو في حاله وجود ملف الجهد بيسبق التيار بزاويه كام؟ 90 درجه، يبقى الجهد اللي سابق في ال. تمام، خد كده بقى وصل الشكل على انه مثلث وشوف ايه اللي هيحصل. الضلع ده اسمه ايه؟ في توتال او الجهد الكلي. من نظريه فيثاغورس اللي احنا درسناها مع بعضنا في سنه ثالثه اعدادي، لو عايز اجيب الجهد الكلي اعمل ايه؟ اربع الضلع بتاع في ار هعتبره بقى ا ب، واربع الضلع ا ج اللي هعتبره في ال، واجمع واجيب الجذر. شايفين بقى ده اسمه مثلث الجهد، يبقى الجهد الكلي بيساوي ايه؟ الجذر التربيعي لفي ار تربيع زائد في ال تربيع. واحده واحده يا مستر، احنا بنتكلم انجليزي ولا عربي؟ هقول لكم واحده واحده، الرموز الانجليزيه دي مصطلحات دوليه، ولازم انا في قسم صناعات كهربيه لازم ابقى واخد بالي من الرموز دي، لان اما هاجي اتعامل مع الالات مش هلاقيها مكتوب عليها بالعربي، فبالتالي اي كلمة في يبقى جهد، كلمة في ار يبقى جهد المقاومة، كلمة في ال يبقى جهد الملف، لأن كلمة ال هنا جاية من كلمة كويل اللي هو الملف. طب تعالوا كده نشوف معامل القدرة، وده قطعنا فيه شوط كبير قوي قوي الحلقة اللي فاتت، وقلنا إن معامل القدرة ده هوت اللي هو على الآلة الحاسبة العلمية اللي بنشتغل عليها اللي إحنا بنقول عليه كوزاين فاي أو جتا فاي أو جيب تمام الزاوية اللي درسناها في حساب المثلثات، وقلنا إن أي جتا في الدنيا بتساوي المجاور على الوتر، فبالتالي لو أنا عايز أحسب معامل القدرة من المثلث ده اقسم جهد المقاومه على الجهد الكلي، والمعامل هنا لازم يطلع يا اولاد اقل من الواحد الصحيح وملوش تمييز، يبقى المثلث الاولاني اللي هو مثلث الجهد هطلع منه بقانونين اتنين بس، ان الجهد الكلي لو عايز اجيبه هربع جهد المقاومه اللي هو في ار تربيع، وربع جهد الملف اللي هو في ال تربيع، واجمع الاثنين واجيب لهم الجذر، فبالتالي بجيب الجهد الكلي. طب لو طلب مني جهد المقاومه، ارجع بقى القانون اوم اللي احنا خدناه في الترم الاولاني، ان اي جهد في الدنيا بيساوي حاصل ضرب التيار في المقاومه، يبقى انت لو جه قال لك في الامتحان هات لي جهد المقاومه ده هوت، لو مش موجود اللي هو الفي ار هضرب التيار في المقاومه، وده استنادا لقانون اوم. طب لو قال لك هات جهد الملف برضه نفس الكلام، هضرب التيار في الاكس ال، لان هعتبر هنا الاكس ال ممانعه اللي هي المقاومه لانها تقاس بوحده الاوم، جتا فاي اللي هو في ار على في. طب تعالوا كده نشوف المثلث الثاني مع بعضنا، برضه جهد المقاومه اهوت ماشي مع التيار. خلوا بالكم لما احنا خدنا المقاومه لوحدها قلنا ان جهد المقاومه ماشي في اتفاق وجه واحد مع مين؟ برافو عليك، مع التيار. مين بقى اللي هيسبق تاني هنا؟ اللي هو الملف. طيب لما جينا عملنا المثلث اللي عندنا ده اسمه مثلث المقاومات، مثلث المقاومات بقى هنا كلمه في توتال هنا هستعوضها بكلمه زد
عشان بس اقول لكم ان المثلثات كلها واحده، بس احنا بنلعب هنا على ايه؟ على مثلث مقاومات. ففي ال ديت هتبقى ايه؟ برافو عليكم اكس ال. انا ما رضيتش اكتبها لكم هنا علشان اقول لكم ان في ال هنا هتبقى اسمها ايه؟ اكس ال. والفي ار هتبقى هنا اسمها ايه؟ برافو عليكم، هيبقى اسمها ار. والجهد الكلي هنا هيتشال ويتحط مكانه زد، اللي هي الاعاقه الكليه، لان المثلث ده اسمه مثلث المقاومات. فانا الدايره عندي ثلاث مقاومات، مقاومه عاديه اللي هي ار، ومقاومه الملف اللي احنا سميناها اكس ال اللي هي الممانعه السعويه، والمحصله بتاعتهم اسمها زد اللي هي الاعاقه الكليه. طيب زد لو عايز احسبها اعمل ايه؟ برافو عليك، قول لي هربع المقاومه وربع الملف اللي هو الاكس ال واجمعهم واجيب الجذر عادي خالص زيهم زي الجهد. طب لو طلب منك بقى المقاومه ار، اضرب الاعاقه في معامل القدره. هضرب الاعاقه في ايه؟ في معامل القدره. طب لو طلب مني الاكس سي، هضرب الاعاقه في جيب الزاويه. يبقى انا عندي الزاويه اللي هيديها لي فايده اهي، الزاويه ديت لو انا اشتغلت عليها حساب مثلثات هعرف ان ليها ثلاث حاجات، كوزين يعني جت، وساين يعني جا، وتان اللي هو الظل، ظل الزاويه. هضرب الجتا في الزد اللي هي الاعاقه اديني قيمه ار. طب لو عايز الاكس سي، هضرب الزد اللي هي الاعاقه في ساين سيتا اللي احنا قلنا عليها جيب الزاويه. طب تمام كده يا مستر. المثلث الثالث بقى بيسموه مثلث القدره، ادي القدره اللي هي بي اللي هي القدره الفعاله، والقدره اللي هتبقى سابقه اللي هي كيو. زي ما قلت لك القدره الفعاله بتبقى دايما مع المقاومه في الخط بتاعها، لكن اللي بيسبق او اللي بيتاخر، لو انتوا لاحظتوا الحصه اللي الحلقه اللي فاتت ان كيو دي كانت لتحت، يعني الخط ده بدل ما كانت لفوق كان لتحت. وكان لتحت ليه؟ لان الجهد كان متاخر عن التيار، برافو عليكم، بزاويه 90. هنا لا، هنا الجهد سابق لان انا عندي ملف مش عندي ايه؟ مش عندي مكثف، فالجهد هنا سابق بزاويه كام؟ 90 درجه. اعمل المحصله يديني اس. طب هات لي بقى بي لوحدها، وهات لي كيو لوحدها، وهات لي اس لوحدها. ممكن اس ديت اجيبها على طول كده بمجرد النظر، مش ده وتر؟ برافو عليك، اربع البي اللي هي القدره الفعاله، واربع الكيو اللي هي القدره الفعاله الغير فعاله، واجمعهم الاثنين واجيب الجذر يديني اس اللي هي القدره الظاهريه. طب تمام، ليها قانون ثاني؟ اه ليها قانون ثاني، هنشوف مع بعض كده. المثلث اللي فات اللي هو بتاع الجهد لو اتضرب في مربع التيار استنتج مثلث القدره. يعني ايه يا مستر؟ مش الضلع اللي كان هناك هنا كان اسمه ار؟ لو ضربت اي تربيع في ار يديني القدره الفعاله، يبقى القدره الفعاله في اي مساله هتجيلك ربع التيار واضربه في قيمه المقاومه، او اضرب الجهد في التيار في معامل القدره. بالانجليزي بقى اهوت او باللاتيني الفي في الاي في كوزاين فاي اللي هو جيب جيب تمام الزاويه او معامل القدره. طب يا مستر هات لنا كيو، نفس الكلام. مش الكيو ده هي لو انتوا لاحظتوا من دقيقه واحده بس كاتبه كان كلمه كيو ده هو كلمه اكس ال. لو انا ضربت اكس ال في مربع التيار يديني القدره الغير فعاله، او اضرب الجهد في التيار في جيب الزاويه اللي احنا قلنا عليها ساين سيتا. طيب لو عايز بقى اجيب القدره الظاهريه، قلت لك القدره الظاهريه لها طريقين. الطريق الاولاني يا ربع البي اللي هي القدره الفعاله واجمعها على مربع القدره الغير فعاله واجيب لهم الجذر على ان دي وتر وده ضلعين، او اجيبها من قانون تاني خالص ان انا اضرب مربع التيار في الزد. يبقى انا هنا هستنتج ثلاث حاجات، ان القدره الفعاله في اي دايره كهربيه بتساوي مربع التيار في المقاومه، والقدره الغير فعاله في اي دايره كهربيه فيها ملف بتساوي مربع التيار في الاكس ال. طب يا مستر لو جالي مكثف هشيل كلمه اكس ال ده اهي واحط مكانها اكس سي، ببساطه جدا وسهوله وما تصعبهاش على نفسك. يبقى لو انا اديتك في المعطيات مكثف اضرب مربع التيار في الاكس سي، وابقى عارف ان الاكس سي ممانعه سعويه واكس ال ممانعه استنتاجيه او حسيه. الاس في كل الحالات هي والبي مش هيتغيروا في اي مساله سواء كان ملف او مكثف. هتضرب مربع التيار في الاعاقه يديك القدره الظاهريه، او اضرب مربع التيار في الفي، او اجمع مربع البي اللي هي القدره الفعاله زائد مربع الكيو اللي هي القدره الغير فعاله واجمع واجيب الجذر يديني اس اللي هي الظاهريه. طب اي قانون من دول يا مستر يشتغل معايا؟ اي قانون موجود او متاح ليا في المعطيات ممكن اشتغل عليه اجيب اس مباشره ومش هتعب نفسي كتير. طب تمام، طب لو انا عايز احسب هنا معامل القدره، معامل القدره اللي حسبناه من المثلث الاولاني كان جهد المقاومه على الجهد الكلي، هنا هيتحسب ازاي؟ مش انت عندك ده اسمه المجاور يبقى بي، والوتر اسمه ايه؟ اس. يبقى انا لو قسمت القدره الفعاله بي على القدره الظاهريه اس اجيب جتا فاي او اللي احنا بنقول عليه معامل القدره. طب يا مستر الكلام بيبقى حلو قوي، لكن لما بنيجي نطبق في تطبيق بنلاقي الدنيا ملخبطه معانا شويه. طب تيجوا كده نشوف مساله ونشوف بتتحل ازاي. بيقول لي ايه؟
دايره توالي مكونه من مقاومه وملف. يبقى هنا الراجل اداني مقاومه وملف، والحلقه اللي فاتت اشتغلنا على مقاومه ومكثف. هنعمل بقى كده مقارنه صغيره بالاثنين بعد ما نخلص المساله كده، ونشوف ايه اللي اختلف. على التوالي موصله بجهد متردد، فاذا كان الجهد على المقاومه 30 فولت، الجهد اللي على المقاومه قد ايه؟ 30 فولت. والجهد اللي على الملف قد ايه؟ 40 فولت. احسب جهد المصدر. الله، خلوا بالكم بقى، هنا الراجل عايز الجهد الكلي. واحد هيقول لي ايه ناصح كده، يقول لي ايه سهل يا مستر، هجمع ال 30 زائد ال 40 وشكرا. لا، خلوا بالكم، احنا لما جينا اتكلمنا على مثلث الجهد قلنا ايه؟ قلنا مثلث الجهد لما اجيب الجهد الكلي بربع قيمه الجهد اللي على المقاومه واجمعه على مربع قيمه الجهد اللي على الملف واجمعهم الاثنين واجيب الجذر. واحد هيقول لي يعني ال 30 وال 40 ما ينفعش اجمعهم؟ ما ينفعش خالص، لان في الحاله ديت احنا بنجمع جمع اتجاهي، وعشان نجمع جمع اتجاهي لازم نربع الضلع بتاع المقاومه اللي هو الجهد بتاع المقاومه ونربع الضلع بتاع الملف الاثنين مع بعض ونجمع ونجيب الجذر. يبقى هنا بقى ما اقولش ايه الدنيا كويسه واجمع ال 30 وال 40 يديني 70، لا، ده احنا هنربع ال 30 وهنربع على 40 ونجمعهم الاثنين ونجيب الجذر، واللي يطلع هو ده الجهد الكلي اللي هيمشي في الدايره. تمام يا مستر؟ تمام يا مستر. طب يلا كده نشوف الراجل حلها لنا ازاي. قال لي ايه بقى؟ قال لي جهد المقاومه 30 وجهد الملف 40، عايزين الجهد الكلي من مثلث الجهد. فاكرين ان الجهد كان بيساوي ايه؟ برافو عليكم، مربع الجهد بتاع المقاومه اللي احنا سميناه في ار تربيع زائد مربع الجهد بتاع الملف اللي احنا قلنا عليه في ال تربيع. يلا كده معايا، هروح جاي حاطط ال 30 مربعها، يعني 30 في 30 ب 900، و 40 في 40 ب 1600. هجمع ال 900 زائد 1600 يدوني 2000 ونص، مربع الجذر التربيعي ال 2500 يطلع بكام؟ ب 50 فولت. يبقى الدايره دهيت الجهد اللي ماشي فيها كله كام؟ 50 فولت. الله عليك يا مستر. طب يعني ينفع ال 50 ده ايه؟ ايه علاقتها بال 30 وال 40؟ خلوا بالكم، انتوا لو جمعتوا ال 30 وال 40 هيديني 70، يعني افهم من كده ان المنبع 50 والمقاومه خدت منه 30 وده خد منه 40. ما انا لسه قايل لك من شويه احنا مش بنشتغل كهرباء ارتجاليه، الكهرباء ديت ما بتمشي في موصل، وعشان احسب قيمه الجهد اللي ماشي في قلب المقاومه والجهد اللي ماشي في قلب المقاومه الملف ما ينفعش اجمع الاثنين كده جمع ابتدائي اقول 30 و 40 70 يبقى الجهد 70، لا، ده انا لازم اربع ال 30 وربع ال 40 واجمعهم واجيب الجذر، لان احنا شغالين على جهد اسمه جهد ايه؟ برافو عليكم، جمع حل هنا مش حل جبري، حل اتجاهي، فالحل الاتجاهي بتاعي هيطلع ب 30 فولت، يبقى الدايره ديت الجهد اللي ماشي فيها كام؟ 30 فولت، تمام. طب نشوف حاجه ثانيه. بيقول لي ملف ومقاومه متوصلين على التوالي كما في الرسم، اداني رسمه اهيت الراجل، قال لي المقاومه ب 250 اوم، واداني ال ب 8 من 10 هنري، وقال لي ايه بقى؟ قال لي احسب الاتي. عايز يحسب الممانعه الحسيه اللي احنا خدناها الحلقه اللي فاتت اللي احنا سميناها اكس ال، رقم 2 عايز يحسب المقاومه الكليه، رقم 3 عايز يحسب شده التيار الكليه. طب قبل ما نحل المساله كده في ملاحظه كده عايزكم تدونوها وتخلوا بالكم منها. وانا بحل مساله زي ديت، ده بقى مراجعه ليله امتحان اهيت، وانا بحل مساله زي دي والراجل اداني العنصرين دول مع بعض، اداني ار بالاوم واداني ال بالهنري، او اداني السي بالفراد زي الحلقه اللي فاتت، هنا هنعمل ايه بقى؟ لازم اخلي الهنري اللي هو وحده قياس معامل الحس الذاتي بالاوم زيها زي المقاومه. يبقى قبل ما احل او اشرع في اي حل لازم اعمل ايه؟ حتى لو المطلوب ده هو مش مطلوب مني اللي هو الممانعه الحسيه، يعني لو قال لي هات المعوقه ما ينفعش اجيب المعوقه الا لما اخلي الاثنين دول بالاوم. المقاومه كده كده بالاوم ما فيش مشكله من يمتها، لكن ايه اللي هنا بقى؟ ايه اللي هنا بكام؟ برافو عليكم، ب 8 من 10 هنري. يبقى انا هعمل فيها ايه؟ هستند لقانون الممانعه الحسيه اللي خدناه واقول اكس ال بتساوي 2 بار اف ال. تعالوا كده نشوف مع بعض المساله دي هتتحل ازاي. يلا كده بينا نشوف المساله دي هتتحل ازاي. اول حاجه هنعملها الملف اللي عندي او المقاومه اللي عندي الراجل مديها لي بكام؟ اديها لي ب 250. المقاومه الملف بكام؟ ب 8 من 10 هنري، والمقاومه ب 250، والتردد ب 50 ذبذب على الثانيه، والجهد الكلي اللي ماشي في الدايره كام؟ 42. طالب مني الاكس ال اللي هي الممانعه الحسيه، وطالب مني الزد اللي هي الاعاقه، وطالب مني التيار اللي هو اي. هنحل المساله دي مع بعضنا ازاي؟ بصوا كده معايا، ادي الرسمه بتاعتي اهيت، او ده الشكل اللي انا بتكلم عليه اهوت. هنا الملف ممكن ارسمه كده وممكن ارسمه مربع واظلله، ودي المقاومه اهي، يبقى دي ار ب 250، وهنا اللي اديها لي بكام؟ ب 8 من 10 هنري. حلو الكلام. وقال لي المنبع اللي شغال على الدايره الكهربيه اللي عندي 42 فولت، والتردد اللي ماشي 50 ذبذب على الثانيه. عايز يحسب ايه بقى؟ اول حاجه عايز يحسبها الراجل اكس ال. طيب فاكرين قانون اكس ال بيساوي ايه؟ ها، بيساوي 2 باي اف ال.
يعني ايه 2 ثابت؟ باي اللي هو 3.14 او 22 على 7، اف اللي هو التردد، ال اللي هي قيمه الملف، هقول بتساوي 2. باي هشيلها واحط مكانها كام؟ برافو عليك 3.14، او اسيبها زي ما هي باي مفيش مشكله. التردد هشيله واحط مكانه 50، اللي هشيلها واحط مكانها كام؟ 8/10. اضرب ده كله بآلة حاسبة هيطلع الناتج مباشرة زي ما انتم شايفين كده 251 اوم. زي الفل يا مستر. كده جبنا قيمة الاكس ال اللي هي طلعت بكام؟ ب251. هنا بقى اتفقت معاك ان ار لازم تكون بالاوم، فبالتالي قيمة الملف بدل ما كانت بالهنري انا خليتها اوم. خلوا بالكم حتى لو اكس ال دي مش مطلوبة لازم اعمل كده في المسألة، لازم اخلي الاثنين دول بالاوم، ودي اول مفتاح لحل المسألة. طب المطلوب التاني ايه؟ عايز الزد. الزد دي قلنا عليها حاجة اسمها الاعاقة. لو تفتكروا المثلث لما قلنا ان المقاومة بتاعتنا ماشية مع التيار كده، اللي سابق الاكس ال، المحصلة بتاعتهم اسمها زد، المثلث ده اسمه مثلث المقاومات. يبقى ار هنا ماشيه في اتفاق وجه واحد مع التيار، يبقى لو هنا التيار والمقاومه مع بعضهم اللي هو جهد المقاومه، مين اللي سبق؟ قلنا جهد الملف بيسبق التيار بزاويه كام؟ 90 درجه، فالاكس ال هنا اللي هي الممانعه الحسيه متقدمه عن التيار بزاويه كام؟ 90 درجه. الزد اللي هي الاعاقه، هنا طالب الزد، اجيبها ازاي؟ برافو عليكم، من فيثاغورس هربع قيمه المقاومه، اقول له ار تربيع زائد اكس ال تربيع، يعني هتساوي الار بكام؟ ب 250. بس اقولش 250 واسكت، لا اقول 250 الكل ايه؟ الكل تربيع. خلوا بالكم من الحته دي قوي، يبقى 250 الكل ايه؟ تربيع، زائد ال 251 اللي احنا لسه جايبينهم دلوقتي تربيع. لما اجمع ال 250 تربيع زائد ال 251 تربيع واجمع واجيب الجذر هيطلع لي 345 اوم. كده انا جبت قيمه الزد. اخر مطلوب الراجل عايزه، عايز التيار. اي تيار في الدنيا بيساوي ايه؟ مش احنا اتفقنا مع بعضنا من قانون اوم ان اي تيار بيساوي الجهد على المقاومه؟ هنا هقف بقى زي ما وقفنا الحلقه اللي فاتت وقلنا ايه؟ انا هنا مش عندي مقاومه واحده، ده انا عندي مقاومتين. ازاي يا مستر؟ واحنا عندنا مقاومتين؟ اه طبعا عندنا مقاومتين. مش الار ديت مقاومه عاديه، والاكس ال دلوقتي بدل ما كانت بالهنري طلعتها انا بالاوم وطلعت 251، فالدايره اصبحت فيها مقاومتين. برضو ما اقولش بقى توصيل على التوالي اجمع دي زائد دي، لا خلوا بالكم لما بنيجي نجيب الزد هنا ما بنجيبهاش برضو اقول دي زائد ديت، لان التوصيل توالي، لا خلوا بالكم ده لو كلهم مقاومات مفيش مشكلة على التوصيل على التوالي اللي احنا خدناه في الحلقات بتاعت الترم الأول. هنا لا، هنا هربع ال 250 وربع ال 251 واجيب المحصلة بتاعتهم اللي هو الايه؟ الجذر التربيعي. هنا برضه نفس الكلام، لو أنا عايز أحسب التيار اللي ماشي في أي دايرة كهربية هقسم الجهد على الإعاقة. هنا بقى ما أقولش في على R ولا أقول في على إكس إل ولا أقول في على إكس سي، لا أقول في على المحصلة بتاعتهم اللي احنا سميناها الإعاقة. يعني هشيل الجهد وأحط مكانه كام؟ 42 على 300 كام؟ الله ينور عليكم 345. اوتوماتيك كده بشتغل بالآلة الحاسبة، الناتج هيطلع في رقم صغير جدا 118 أمبير. السؤال هنا بقى، إيه اللي احنا لاحظناه في الرسمة ديت أو الشكل ده؟ الرسمة دي جالي الراجل وقال لي أنا عندي مقاومة قيمتها 250 أوم، واداني معامل الحس الذاتي ب 8/10 هنري، طلب مني 3 حاجات، قال لي هات لي الإعاقة الكلية اللي هي الزد، وهات لي شدة التيار اللي ماشية في الدايرة، وحول لي الهنري لأوم. يعني إيه يا مستر حول لي الهنري لأوم؟ يعني ال ال ديت بيسموها معامل الحس الذاتي. أنا حولتها هنا لأوم عن طريق قانون إيه؟ 2 باي اف ال، عوضت تعويض مباشر، شلت الاتنين ونزلت بيها، حطيت باي ب 3.14، شلت التردد وحطيت مكانه 50، حطيت الملف هنا ب 8/10، اشتغل على طول اوتوماتيك بالآلة الحاسبة او الموبايل بتاعي يطلع الناتج 251 اوم، فبالتالي المقاومة هنا اصبحت بالاوم، وال بدل ما كانت بالهنري اتحولت من ال لاكس ال، برافو عليكم تقاس بالاوم. طيب المطلوب الثاني كان عايز الزد، الزد هنا بتسموها الايه؟ بيسموها الاعاقة او المقاومة الكلية. هنا زي ما قلت معاكم ان ار هنا هربعها واجيب لها الجذر، وربع ال ال او الاكس ال واجيب لهم الجذر الاثنين مع بعض كده تحت الجذر تربيع، يطلع الناتج 345. لو انا خدت الاعاقه الكليه وقسمت الجهد عليها، يعني قلت في على الاعاقه الكليه يديني التيار. طب انا هقول لك بقى مطلوب كده مهم جدا برضو بيجي كتير في المسائل، بيطلب منك حاجه اسمها القدره الفعاله والقدره الغير فعاله والقدره الظاهريه. احنا ليه هناخد مساله زي ديت؟ هناخد المساله الشامله زي دهيت اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي حالا عشان حضرتك تبقى انت مركز معايا، ان احنا مش شرط يطلب مني الثلاث مطالب اللي فاتوا دول، لا ده ممكن يدخلني في حته ثانيه خالص، يقول لي هات لي القدره الفعاله وهات لي القدره الغير فعاله وهات لي القدره الظاهريه. مش احنا اتفقنا مع بعضنا ان القدره الفعاله في اي دايره كهربيه بتساوي مربع التيار في المقاومه؟ اي قدره فعاله ربع التيار واضربه في المقاومه. طب التيار طلع بكام؟ احنا مطلعينه ب 11 من 100 او كام؟
او 118 تربيع، هضربه في قيمه المقاومه اللي هي 250. اله حاسب على طول هيطلع الناتج، هكتب جنبه كلمه واط. انا عايز النهارده الناس تركز معايا ان القدره الفعاله في اي دايره كهربيه يا اولاد بتساوي مربع التيار في المقاومه، سواء كانت الدايره فيها ملف، سواء كانت الدايره فيها مكثف، سواء كانت الدايره فيها ثلاث عناصر، اضرب مربع التيار في المقاومه يديك قيمه القدره الفعاله. القدره الغير فعاله بيسموها كيو، مربع التيار في الاكس ال. هنا بقى هنقف سنه عند الكيو، الكيو دي بيسموها قدره غير فعاله. لو انا ربحت التيار وضربته في الاكس ال يبقى الدايره اوتوماتيك كده يا اولاد فيها اكس ال اللي احنا قلنا عليه ممانعه سعويه، ممانعه حسيه. طب لو الدايره فيها مكثف اللي احنا خدناه يبقى اكس سي، يبقى انا هشيل كلمه اكس ال واحط مكانها ايه؟ اكس سي. مربع التيار يعني 118 من 1000 الكل تربيع في الاكس ال اللي احنا طلعناها بكام؟ ب 251، يطلع الناتج بالفار، لان تمييز القدره الغير فعاله فولت امبير رياكتيف اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الفار. القدره الاخيره اللي هي القدره الظاهريه اس بتساوي مربع التيار في الاعاقه اللي احنا قلنا عليها زد، يعني هتربع التيار اللي هو ال 118 من 1000 هتضربه في الزد اللي احنا لسه جايبينها من شويه اللي هي طلعت ب 345، هيطلع الناتج بالفولت امبير. هنا الثلاث حالات دول اللي احنا قلناهم النهارده، قلنا اي دايره كهربيه فيها ثلاث حاجات مهمين جدا. رقم واحد، لو انا عايز احسب اي جهد في اي دايره كهربيه هقسم الجهد على الاعاقه. اي جهد في اي دايره كهربيه مربع قيمه المقاومه بمربع قيمه الجهد اللي على المقاومه زائد مربع قيمه الجهد اللي على الملف واجمع واجيب الجذر. طب لو طلب مني التيار، هات الاعاقه الاول اللي هي زد بتساوي الجذر التربيعي لمربع المقاومه زائد مربع العنصر اللي جنب المقاومه. يعني ايه يا مستر العنصر اللي جنب المقاومه؟ مش احنا قلنا في دوائر عندنا بيجي فيها ملف ومكثف، وفي دوائر هيجي فيها مقاومه وملف ومكثف، وفي دوائر هيجي فيها مقاومه وملف بس، فبالتالي المقاومه كده كده ثابته. لو انا عايز اجيب الاعاقه هقول الجذر التربيعي الار تربيع واقول زائد واستنى بقى اشوف الدايره فيها ايه. لو لقيت فيها مكثف اكتب اكس سي تربيع. طب لو لقيت الدايره فيها ملف يبقى اكس ال تربيع. يبقى احنا هنا هنلعب بالرموز بس يا مستر مش اكتر. الفكره كلها يا اولاد ان انت تبقى مركز في الدايره الكهربائيه اللي قدامك، فيها ملف ومقاومه يبقى ار تربيع زائد اكس ال تربيع. طب لو الدايره فيها ملف ومكثف يبقى ار تربيع زائد اكس سي تربيع. الدنيا زي الفل اهي، مفيش اي مشكله كده. القدره بقى في اي مساله هتقابلك، سواء كانت المساله فيها مقاومه وملف، او المساله فيها مقاومه ومكثف، او المساله فيها الثلاثه ما يهمكش. طب ليه ما يهمكش؟ لان انت عندك القدره الفعاله ثابته معايا طول الخط بتساوي مربع التيار في المقاومه. اي قدره فعاله عايز تحسبها اضرب مربع التيار في المقاومه. حتى في البيت عندنا لو عايزين نحسب المقاومه بتاعت القدره بتاعت اللمبه او القدره بتاعت التلفزيون او القدره بتاع الحاسب، اضرب مربع التيار اللي ماشي في الدايره الكهربائيه عندك في البيت في قيمه المقاومه اللي عندك لو كانت المقاومه معلومه قدامك. طب لو عايز تحسب القدره الغير فعاله اضرب مربع التيار في العنصر اللي جنب المقاومه. يعني ايه يا مستر العنصر اللي جنب المقاومه؟ يعني انت لو حاطط لي في الدايره مقاومه وملف هتضرب مربع التيار في قيمه الملف، والملف هنا اسمه ايه؟ اكس ال. طب لو انت عايز تحسبه على انه مكثف هتضرب مربع التيار في الاكس سي، يبقى الاكس ال لو اتضربت في مربع التيار يديني كيو اللي هي القدره الغير فعاله. القدره ديت هي بقى اللي هتختلف من حته لحته، بمعنى ايه؟ ان الكيو مره اضرب الاي تربيع في الاكس ال، ومره اضرب الاي تربيع في الاكس سي حسب شكل الرسمه سواء كانت مقاومه او مكثف. اللي جاي بقى ان شاء الله في الثلاثه مع بعض هتتغير خالص، بس مش هنحرقها دلوقتي، هنشوفها لما تيجي قدامنا ان شاء الله. طب القدره الثالثه اللي هي القدره الظاهريه هتلاقيها زي القدره الفعاله ثابته مش هتتغير، مربع التيار في الاعاقه يعني اي تربيع في زد. يبقى القدره الفعاله بي والقدره الظاهريه اس ثابتين معانا في اي دايره هتقابلك، سواء بقى جاب لك مقاومه ملف مقاومتين زي ما هو عايز. الفكره كلها ان انت عايز تحسب القدره الفعاله مربع التيار في المقاومه، القدره الظاهريه مربع التيار في الاعاقه، والاعاقه هنا احنا بنسميها زد اللي هي الجذر التربيعي لار تربيع زائد الاكس ال تربيع، او الجذر التربيعي لار تربيع زائد الاكس سي تربيع لو انا عندي في الدايره مكثف مش ملف. طيب معامل القدره عندنا ثابت في الثلاث حالات، يعني سواء كانت الدايره فيها مقاومه وملف، الدايره فيها مقاومه ومكثف، الدايره فيها مقاومه وملف ومكثف، هتلاقي معامل القدره اللي احنا بنسميه كوزاين فاي ثابت في الثلاث حالات. في الحاله الاولانيه ممكن اقول الجهد بتاع المقاومه على الفي، يعني الجهد المقاومه في ار على في، او اجيبه ار على زد اللي هي المقاومه الصغيره على المقاومه الكبيره، ار اللي هي المقاومه وزد اللي هي الاعاقه، او اجيبه عن طريق بي على اس. يبقى معامل القدره برضو ميزته حاجه حلوه قوي ان هو ثابت معايا في الثلاث دوائر، سواء كانت مقاومه وملف، مقاومه ومكثف، او الثلاث عناصر مع بعض اللي هي الار والال والسي اللي هي المقاومه والملف والمكثف. تمام كده؟ يبقى انا عندي في حاجات كده مش هتتغير في المسائل، هتلاقيها ماشيه معانا على طول. الحاجه الوحيده اللي هتتغير من مساله لمساله قيمه الزد
وقيمه الكيو. الزد في المساله الاولانيه خالص لما خدناها الاسبوع اللي فات او الحلقه اللي فاتت كانت مربع مربع المقاومه زائد الاكس سي، لان كنت شغال على مكثف. هنا شلنا المكثف وحطينا ملف. وافهم من حاجه من هنا برضو، ان الملف لما بيتحط في دايره بيقدم الجهد عن التيار بزاويه 90، عشان دي هتجيلك اكمل او اختياري او صح وغلط. لكن في حاله المكثف الجهد هو اللي بيتقدم، لا ده التيار اللي بيتقدم عن الجهد بزاويه كام؟ 90 درجه. المقاومه دي زي الفل ماشيه حلو قوي قوي مع التيار، يعني الجهد والتيار زي ما قلنا كده الحلقه اللي فاتت ساحبين بعضهم كده مع بعض وطالعين مع بعض ماشيين مع بعض، مفيش زاويه بينهم، الزاويه اللي بينهم بتساوي صفر. تمام كده؟ يبقى احنا لما غطينا المساله ديت كنا بنعلق على المساله اللي فاتت وقلنا ايه الخلاف البسيط اللي بينهم، ومفيش خلاف ولا حاجه. هنا كيو اي تربيع في اكس ال، هناك كيو كانت اي تربيع في اكس سي. الفرق هنا او الفيصل مين بقى؟ المكثف اكس سي، الملف اكس ال. تمام كده؟ ودي اول قاعده عايزين نطلع بيها او النوتس اللي نكتبها مع بعضنا النهارده، ونلاحظ اول حتت ديت لان دي اللي هيفرق في حل المساله، والمساله هتلاقيها زي الملف زي المكثف، مفيش حاجه هتتعبنا ان شاء الله والدنيا ان شاء الله هتبقى زي الفل. طب نشوف حاجه ثانيه كده. هنا بقى هنيجي على الجنرال بقى، الدايره الكبيره اللي هي الام بتاعتنا بقى، ان المقاومه مع الملف مع المكثف. احنا خدنا المقاومه والملف مره واحده، بعد كده خدنا المقاومه مع المكثف مره واحده. هنا بقى هنلم الثلاثه مع بعض، هناخد المقاومه مع الملف مع المكثف اهو الشكل اللي انت شايفه ده. المقاومه اسمها ار، الملف اسمه اكس ال، المكثف اسمه اكس سي. الجهد اللي داخل في الدايره هنا بقى هيتجزا او هيتقطع ثلاث اجزاء، شويه يخشوا على المقاومه هيبقى اسمهم في ار، يعني الجهد على اطراف المقاومه، شويه يخشوا على الملف هيبقى اسمهم في ال، شويه يخشوا على المكثف هيبقى اسمهم في سي. طب من الرسمه اللي قدامنا دي قبل ما نتكلم بقى عن الرسومات ومتجهات وجع قلب كده، نتكلم في حاجه مهمه جدا هنا. الفي ار هنا لو انا عايز احسبها هضرب التيار في المقاومه، برافو عليك. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ قانون اوم. يبقى انا لو عايز احسب الجهد اللي ماشي في الدايره هنا عن طريق المقاومه هضرب التيار في قيمه المقاومه. طب لو قال لي هات الجهد على الملف، اضرب التيار في الايه؟ في الاكس ال. طب لو قال لي هات لي الجهد اللي على المكثف، اضرب التيار في الاكس سي. خلوا بالكم بقى هنا، الار هنا مقاومه والاكس ال مقاومه والاكس سي مقاومه. يا مستر انت بتتكلم جد؟ اه بتكلم جد. الاكس ال ديت بتتقاس بالاوم ولسه قايلين من دلوقتي، لو جاب بالهنري عيني على المساله، هنري اضربها في 2 باي اف ال، ال اللي هي قيمه الملف بالهنري. اكس سي لو اديها لي بالفراد، قلنا لو جات لك دهيت سي اللي هي الساعه بتاع المكثف بالفراد، قول 1 على 2 باي اف سي. ابقى عارف ان كلمه سي ساعه لازم تكون بالفراد، لكن هنا هتتحول لاوم بقدره قادر لو انا اشتغلت على قانون اكس سي. يبقى هنا لو خدت التيار ضربته في المقاومه هيديك الجهد بتاع المقاومه، ولو خدت التيار ضربته في قيمه الملف اللي هو الاكس ال يديك الجهد اللي على الملف، ولو خدت التيار ضربته في الاكس سي يديك الفي سي لو طلب منك الجهد اللي على اطراف المكثف. طب تعالوا كده بقى مع بعضنا نشوف المتجهات الراجل بيعملها لنا ازاي. الخط الاولاني ده هو اهو التيار ماشي مع الجهد في حاله المقاومه، مش انا قلت لكم المقاومه دي بتحب التيار والاثنين ماشيين مع بعض مفيش اي مشكله مع بعض، الاثنين مع بعض على الحلوه والمره زي ما بيقولوا، يعني الجهد والتيار في اتفاق وجه واحد. فهتلاقي الخط ده هو ماشي معاك في الملف وماشي معاك في المكثف وماشي معاك في المقاومه، ماشي في كل حاجه، ان الجهد والتيار في حاله وجود مقاومه في اتفاق وجه واحد، يعني مفيش زاويه بينهم. تمام؟ طيب ده المتجه اهو. طب تعالوا بقى نبص مع بعضنا كده. مين بقى اللي هيسبق؟ الجدع يقول لي فيكم اللي سبق. لسه واخدينها من شويه ان الملف ما بيحبش يمشي معاهم، بيقول لهم انا كعبي عالي عنكم، فهسبقكم بزاويه 90. فهتلاقي اللي سبق مين بقى؟ جهد الملف اللي هو في ال سبق جهد المقاومه بزاويه كام؟ 90. هو ما سبقش جهد المقاومه، ده سبق التيار بزاويه 90. طيب المكثف الثالث، مش احنا قلنا الدايره دي فيها الثلاثه مع بعض كده، الثلاثه الشركاء مع بعض. طب شوف ايه اللي هيحصل بقى، نشوف ايه اللي هيحصل هنا. ايه اللي حصل؟ جهد المكثف اهوت نزل تحت بزاويه 90، يعني اتاخر عن التيار بزاويه 90، او التيار اتقدم عن الجهد بزاويه 90. خلوا بالكم ان دول ثلاث ملاحظات، ده شغل الترم كله اتلم في ثلاث رسومات. الرسمه الاولانيه بتدل على ان جهد المقاومه ماشي مع التيار في اتفاق وجهي واحد، فالزاويه اللي بينهم صفر. في حاله وجود ملف في دايره كهربيه الجهد بتاع الملف في ال بيسبق التيار بزاويه 90 درجه، عشان كده تلاقيه سبق. طب لو انا حطيت مكثف معاهم هلاقي الجهد اللي في الدايره اللي ماشي على المكثف اللي هو في سي اتاخر عن التيار بزاويه 90. يبقى هنا الثلاث حالات اتلموا مع بعض في دايره واحده. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان التيار هنا في اتفاق وجه واحد فبراءه،
لان الدايره فيها مقاومه. طب الدايره بعد ما عديت من المقاومه لقيت ايه؟ لقيت ملف، لقيت ان التيار بيتاخر بزاويه 90 او الجهد يتقدم بزاويه 90. في الحاله الثالثه المكثف لقيت التيار هو اللي اتقدم عن الجهد بزاويه كام؟ 90 درجه. طب تعالوا بقى نشوف كده رسمه مثلثات. لما اجي اشتغل على حل المساله بقى هعمل ايه؟ ادي جهد ادي الجهد اهو بتاع المقاومه ماشي مع التيار تحت اهو، مين اللي سبقهم؟ جهد الملف اللي هو الفي ال. طب ما انا عندي في الدايره يا مستر مكثف، ايه اللي هيحصل؟ شفتوا بقى ايه اللي هيحصل؟ ده الجهد الكلي لو حاله وجود ملف. طب اديني بقى المكثف، خلوا بالكم بقى شفت بقى ايه بقى اللي حصل هنا؟ السهم هنا راسه الاعلى بيقول لي ان جهد الملف متقدم عن التيار بزاويه 90، وفي سهم جنبه هنا بيقول لي ان جهد المكثف متاخر بزاويه 90. قال لا، طب انا هشتغل ازاي يا مستر؟ دلوقتي لو طلب مني الجهد الكلي كنت انا بعمل حاجه حلوه قوي، كنت بربع قيمه الجهد بتاع المقاومه وربع المكثف لو مكثف، وكنت بربع جهد المقاومه وربع جهد الملف لو الدايره فيها مقاومه وملف. هي بقى الراجل مديني الثلاثه مع بعض، ما تتعبش نفسك ما تزعلش، الموضوع سهل جدا. قول لي الجهد الكلي بيساوي ايه؟ مربع جهد المقاومه من فيثاغورس برضه زائد انا عندي هنا بقى كام جهد؟ جهدين، هطرحهم من بعض واربعهم واجمع الاثنين على المقاومه واجيب الجذر التربيعي. يعني يا مستر الفي ار تربيع زائد الفي ال ده هي تربيع لو انا عندي دايره فيها مقاومه وملف. ركزوا بقى معايا، مقاومه وايه؟ وملف. طب لو انا عندي مقاومه ومكثف يبقى في ار تربيع زائد في سي تربيع. طب لو عندي الثلاثه بقى اتلموا كده مع بعض في دايره واحده، يعني مقاومه وملف ومكثف، هقول جهد المقاومه الواحد اهو بجنرال مع نفسه ماشي مع الكل اهو، جهد المقاومه اهو هجمعه مع مين بقى؟ هقول في ال ناقص في سي، ده في حاله لو جهد الملف اكبر من جهد المكثف. طب لو جهد المكثف اكبر يبقى في سي هتبقى مكان في ال. خلوا بالكم هنا بقى الاشاره هنا كده كده انت هتربع، فلو كانت بالسالب مفيش مشكله لان سالب في سالب بيديني موجب، فما تقلقش من دي خالص. يبقى في ار تربيع هتربعها وتجيب في ال تطرحها من في سي الاول، يعني افترضنا لو دي ب 2 ودي ب 3 اطرح 2 من 3 يديك كام؟ 2 ناقص 3 يديني 1، اربع الواحد. طب لو دي 5 ودي 10 يبقى 5 ناقص 10، الاول اطرحهم من بعض قبل ما اربعهم واللي يطلع اربعه واجيب الجذر على طول يديني الجهد الكلي. يبقى دي الحاله الاولانيه، خلوا بالكم بقى منها اللي هنسجلها مع بعضنا في حاله وجود ثلاث عناصر في دايره، مقاومه وملف ومكثف. لو عايز احسب الجهد الكلي هقول هجيب جهد المقاومه اربعه واطرح جهد الملف من جهد المكثف واللي يطلع اربعه واجيب الجذر. برافو عليكم، والموضوع اهو زي الفل اهو. طب لو قال لي هات بقى جيب الزاويه اللي هي ساين ثيتا، هطرح جهد الملف من جهد المكثف واقسم على الجهد الكلي، هطرح جهد الملف اللي هو في ال ناقص جهد المكثف اللي هو في سي واطرحه من الجهد الكلي اللي هو الوتر يديني جيب الزاويه. طب لو طلب مني معامل القدره، لسه قايل لكم من شويه ان معامل القدره هنا جنرال ملوش حل، يعني كده كده الراجل مش فارقه معاه، حطيت في الدايره مقاومه ملف مكثف هو ثابت ما اتغيرش، ان جهد المقاومه على الجهد الكلي. يبقى اي معامل قدره لو طلب منك في امتحان سواء كانت الدايره بقى فيها ثلاث عناصر فيها عنصرين فيها 1000 عنصر، اقسم جهد المقاومه على مين؟ على الجهد الكلي. يبقى ده اسمه مثلث الجهد اللي اشتغلنا عليه. طب نشوف المثلث الثاني اللي هو مثلث المقاومات. المقاومه هي تمشي مع التيار، مين اللي هيسبق؟ برافو عليك الاكس ال. طب مين اللي هيتاخر؟ الاكس سي. هتشوفوا الاكس سي اهي اتاخرت لان التيار في المكثف هو اللي سابق والجهد متاخر بزاويه كام؟ 90. نفس الكلام برضه، انا استعوضت هناك بكلمه ايه؟ هناك كنت حاطط كلمه في ال شلتها وحطيت اكس ال، وكنت هناك حاطط كلمه في سي شلتها وحطيت اكس سي. طب ليه؟ عشان انا هنا شغال على مقاومات، فالدايره هنا بقى فيها ثلاث مقاومات، مقاومه عاديه ار، ممانعه استنتاجيه اكس ال، ممانعه سعويه اكس سي، المحصله بتاعتهم زد. زي ما جبنا الجهد الكلي هناك هنجيب الزد. يلا بقى قول لي كده هنجيبه ازاي؟ قول لي يا مستر هيقول لي بيساوي ها مربع المقاومه الجذر التربيع لمربع المقاومه زائد الاكس ال، برافو عليكم، هترحم الاكس سي واللي يطلع اربعه واجيب الجذر. اهي يا مستر الزد هتساوي ايه؟ مربع المقاومه زائد الاكس ال ناقص الاكس سي الكل تربيع زي ما قلنا. خلوا بالكم ان الدنيا كلها شكل بعضها، هناك كان طالب الجهد فحطيت كلمه في، كان طالب الجهد اللي على المقاومه فاسمه في ار، كان طالب الجهد اللي على الملف اسمه في ال. طب لو حطيت الجهد على المكثف الفي سي، يبقى المقاومات اللي عندنا في الدايره ار واكس ال واكس سي. طب الجهود اللي عندنا الجهد الكلي باسمه في، وجهد المقاومه اسمه في ار، والجهد اللي على الملف اسمه في ال، والجهد اللي على المكثف اسمه في سي. يبقى انا هشيل كلمه اكس دهيت واحط في،
واشيل كلمه اكس ديت واحط في، واشيل وازود هنا كلمه ايه بقى في ار، يبقى انا شغال على الجهود. لكن هنا انا شغال على الايه، على المقاومات. برده نفس الكلام، برده الجنرال الثاني كوزاين فاي ار على زد. واحد هيسالني دلوقتي يقول لي يا مستر انت كده بتلخبطنا، يبقى انا هجيب كوزاين فاي من المثلث الاولاني ولا المثلث الثاني؟ براحتك انت، هنا براحتك خالص، اللي متاح ليك اشتغل عليه. يعني انا لو مديك جهد المقاومه والجهد الكلي اقسم الاثنين على بعض، لو انا مديك المقاومه والاعاقه اللي ار على زد اقسمهم برده، واقسم مع بعض هيطلع لك كوزاين فاي. طب لو طلب منك المقاومه، اطرح الاكس ال ناقص الاكس سي واقسم على تان فاي. كلمه تان هنا اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه اللي هو ظل الايه، برافو عليكم، ظل الزاويه. طب المثلث الاخير مثلث القدره، هنا بقى خلاص عرفنا المثلث اضلاعه بتيجي منين. الضلع دهوت بي، يبقى الضلع اللي سابق كيو او متاخر، خلوا بالكم. والضلع التوتال اس، لو انا عايز احسب البي، لسه قايل من شويه يا اولاد ان اي قدره فعاله مربع التيار في المقاومه، اهي مربع التيار في المقاومه. اي قدره غير فعاله مربع التيار في اللي جنب المقاومه. بس هنا هنقف، اللي جنب المقاومه هنا حاجتين، ملف ومكثف، فهقول اكس ال ناقص ايه، برافو عليكم، ناقص الاكس سي. خلوا بالكم بقى، لو هنا الدايره فيها ملف بس يبقى اي تربيع في اكس ال، طب لو فيها مكثف بس اي تربيع في اكس سي، طب لو فيها الثلاثه بقى مرب مقاومه وملف ومكثف يبقى اي تربيع في اكس ال ناقص اكس سي. هطرح الاثنين دول من بعض الاول واللي يطلع اضربه في مربع التيار. طب يا مستر هات لنا الاس، مش ديت وتر مربع البي زائد مربع الكيو، اهي الجذر التربيع، البي تربيع زائد كيو تربيع، او اجيبها من طريق تاني خالص مربع التيار في الزد. هتلاحظ هنا ان البي ما اتغيرتش في كل المسائل اللي قابلتنا، الاس ما اتغيرتش في كل المسائل اللي قابلتنا، مين بقى اللي اتغير كل مره؟ الكيو. مره اضرب اي تربيع في اكس ال لو في ملف، مره اضرب الاي تربيع في الاكس سي لو في مكثف، ومره اطرح الاكس ال من الاكس سي لو انا عندي في الدايره الثلاث عناصر مع بعض. طب كوزاين فاي مش هيتغير، المجاور على الوتر اللي هو البي على الاس اللي هي القدره الفعاله على القدره الظاهريه. الرموز مش هتتعبنا كتير على فكره، هنركز بس هنلاقي الدنيا مع بعضها زي الفل. طيب عشان نطبق كويس لازم نفهم الموضوع ده بمساله، بيقول لي ايه بقى؟ وصلت مقاومه ومكثف وملف على التوالي، وكانت البيانات مع كالتالي، اداني هنا اللي هيت واداني ار واداني سي، وقال لي ايه؟ الجهد اللي ماشي في الدايره كله 24 فولت، واكس ال دهيت ادهاني ب 14 اوم. الله ينور عليك، هنا بقى ما ادهاليش ال، ما ادهانيش بالهنري، فادهاني بالاوم. خلاص كده براءه، مش هشتغل على القانون بقى، لسه اشتغلنا عليه من شويه. هنا قال لي الاكس سي اللي هي الممانعه السعويه، الله ينور، مديهالي برده بكام؟ ب 8 اوم، خلوا بالكم، مش مديهاني بالفراد، فهنا هشتغل على طول بقى خلاص. قال لي ايه؟ الجهد اللي ماشي في الدايره كله 24، هات لي بقى الحاجات الاتيه، اديني الاعاقه الكليه اللي هي زد، احسب لي شده التيار اللي ماشي في الدايره، احسب لي زاويه الوجه. بقى دي جديده بقى، زاويه الوجه ديت اول مره نسمع عنها. لا يا فندم ده احنا ما سمعناش عنها، ده احنا يا مستر خدناها المره اللي فاتت بس كنا بنجيب معامل القدره. هنا بقى مش طالب معامل القدره، ده طالب مني الزاويه نفسها مش معاملها، اللي هي جتا مش جتا، عايز الزاويه نفسها، هي 90 بقى ولا 30 ولا 40. تعالوا بقى كده نشوف مع بعضنا المساله دي هتتحل ازاي. تعالوا كده، ار ب 8، اكس ال ب 14، الاكس سي ب 8، الجهد الكلي اللي ماشي في الدايره 24 فولت، الزد مديها لي مجهوله، التيار مجهول، الكيو اللي هي الفاي اللي احنا قلنا عليها زاويه الوجه اللي هي مطلوبه مننا اللي هي الزاويه بين الجهد والتيار بكام. تعالوا كده نبص مع بعضنا ونحل المساله دي ازاي. الدايره اللي قدامنا كان فيها ثلاث حاجات، فيها مقاومه، فيها مقاومه بكام؟ ب 8 اوم، وفيها ممانعه حسيه بكام؟ ب 14 اوم، وفيها ممانعه سعويه ب 8 اوم زيها زي المقاومه، ومديني الجهد اللي ماشي في الدايره ب 24 فولت، عايز يحسب الزد والتيار اللي هو اي، وعايز يحسب فاي اللي هي الزاويه. تعالوا كده واحده واحده نشوف هنحل المساله دي ازاي. اول حاجه هنعملها في المساله هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الزد. عشان اجيب الزد قلنا بالزد مش بتيجي بقى اتجاهي، لا ده احنا بنحسبها ازاي؟ بقول له زد بتساوي الجذر التربيع. هي الدايره دي فيها كام عنصر؟ فيها مقاومه وفيها ملف وفيها مكثف. ادام الثلاثه دول مع بعض اللي هي المكثف والمقاومه والملف، يبقى انا لما اجيب الزد هقول له يبقى مربع المقاومه، برافو عليك، زائد افتح قوس واقول اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. يعني ايه يا مستر؟ بص كده للاكس ال قد ايه؟ مش هي الكبيره ب 14 يبقى هي اللي هتبقى في الاول، والاكس سي بكام؟ ب 8. هنطرح الاثنين دول مع بعض الاول خالص، بمعنى ايه؟ تعالوا كده بس الاول نعوض في القانون عشان ما نتلخبطش. ار تربيع بكام؟ ب 8، يبقى 8 تربيع زائد اكس ال هشيلها واحط مكانها 14، واكس سي هشيلها واحط مكانها 8 واقول الكل تربيع. هنا هطرح 18 14 من 8 يديني 6، مربع ال 6 كام؟ برافو عليكوا 36.
يبقى دي كلها طلعت بكام؟ ب36، وال8 في 8 بكام؟ ب64. لو جمعنا 64 و36 يديني 100، جذر ال 100 كام؟ 10 اوم. يبقى اول خطوه عملناها مع بعضنا. موضوع سهل جدا، عايزكم بس تركزوا عشان المسائل دي بتيجي كتير في الامتحانات ولازم نركز فيها شويه. هتلاقوا المسائل كلها كوبي بيست، يعني كلها شكل بعضها، ما تتعبوش نفسكم او ما تفكروش كتير فيه. انت عايز تحسب الاعاقه، الدائره دي فيها كام عنصر؟ واحده واحده كده، فيها مكثف وفيها مقاومه وفيها ملف. عشان تحسب الاعاقه اللي ماشيه في الدائره كلها او المقاومه الكليه اللي ماشيه في الدائره، قول لي هعمل ايه؟ هربع قيمه المقاومه اللي هي ال 8 واطرح الاكس ال من الاكس سي، لان انا عندي 3 مع بعض، فهطرح ال 14 من 8 يديني رقم، الرقم اللي هيطلع هربعه واجيب الجذر التربيعي يطلع الناتج ب 10 اوم. ودي اول قاعده. طب القاعده الثانيه، عايز احسب التيار. لسه قايلين من شويه في المساله اللي فاتت ان اي تيار بيساوي الجهد على الاعاقه، برافو عليك. الجهد اللي مديهولي في الدايره بكام؟ ب 24 فولت. والاعاقه طلعناها من شويه ب 10، لو قسمنا 24 على 10 هيطلع 2.4 من 10 امبير، لان تمييز التيار بالايه؟ بالامبير. هنا بقى المطلوب الثالث بقى اللي هو ايه؟ عايز يحسب فاي. عشان تحسب فاي، خلوا بالكم لما كنا بنجيب الاول كنا بنجيب كلمه كوزاين فاي اللي هو معامل القدره. فاي بقى هو اللي عايزها، يعني مش عايز جيب الزاويه ولا جيب تمامها، ده عايز الزاويه نفسها. طب خلوا بالكم بقى معايا، كوزاين ديت عشان احسبها كنا بنقول ايه؟ يا ار على زد، يا في ار على في، يا بي على اس. مش الثلاثه دول كلهم كانوا بيودونا نفس الطريق، بيوصلونا لنفس الفيلم؟ اهو ار لو موجود عندك وزد هات كوزاين فاي، ولو مديك في ار وفي هات كوزاين فاي، ولو مديك بي اس او بي او اس هات كوزاين فاي. يبقى هنا لها ثلاث حالات اهو، تشتغل على الحاله اللي تعجبك، انا ما عنديش مشكله. المتاح ليا مين بقى هنا؟ هلاقي ار وزد، يبقى هقول له كوزاين فاي بيساوي ار بكام؟ ب 8 او، والزد طلعناها بكام؟ برافو عليك، ب 10. لما نقسم 8 على 10 يطلع الناتج بكام؟ ب 8 من 10، وزي ما قلت لك ملوش تمييز. طب هو هنا يا باشمهندس انت وهو، انتوا معايا؟ هو عايز كوزاين فاي ولا عايز الزاويه نفسها؟ ده هنا عايز الزاويه. مش احنا خدنا في الاعداديه لو انا عايز اجيب الزاويه من كوزاين فاي بعمل حاجه على الاله الحاسبه اسمها شيفت كوزاين 8 من 10؟ هو ده جديده؟ لا مش جديده، احنا خدنا في الاعداديه اله حاسبه كده، في زرار في الاله الحاسبه اسمه شيفت، بضغط على كلمه شيفت كوزاين 8 من 10 يطلع الناتج تقريبا 31 درجه. الله يا مستر، هي الحاجات ده هي بترجعنا الاعدادي؟ بترجعنا الاعدادي، ما هي شغل رياضه. انت في الكهرباء قلت الزد بتساوي ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي، لكن بقيت شغلك رياضه. لما جيت قلت لي التيار بيساوي ايه؟ قلت لك الجهد على الاعاقه، شغل رياضه. كوزاين فاي هنا بقى هو لو قال لي هات معامل القدره هتقسم ار على زد واللي يطلع شكرا، لكن هنا ما قاليش انا عايز معامل القدره، ده قال لي هات لي الزاويه اللي بين الجهد والتيار اللي احنا بنسميها زاويه الوجه. زاويه الوجه هنا اسمها فاي، عشان تجيبها تعمل ايه؟ حول كوزاين فاي لزاويه، رجعه لاصله. هترجعه لاصله ازاي؟ هتقول لي كوزاين فاي بيساوي ار على زد، هنقسم ار اللي هي 8 على زد اللي هي 10 يطلع الناتج 8 من 10. اوتوماتيك كده عشان اخلي الزاويه تطلع بالدرجات هقول شيفت كوزاين 8 من 10. معايا اله حاسبه علميه او معايا الموبايل منزل عليه اله حاسبه علميه، هعمل شيفت كوزاين 8 من 10 يطلع الناتج تقريبا 30 درجه او 31 درجه، وده المطلوب اثبات. طب تعالوا بقى كده، لو قال لي في المساله احسب لي برضو القدره الفعاله والقدره الغير فعاله والظاهريه، هنعمل ايه؟ هنحسب القدره الفعاله عن طريق اي تربيع في اكس ال. لو طلب مني القدره الغير فعاله اللي هي كيو هقول اي تربيع في اكس ال ناقص اكس سي. طب لو طلب مني القدره الظاهريه قلت لك مش هنختلف كتير لانها ثابته في كل المسائل اللي خدناها، اي تربيع في زد. فبالتالي النهارده اتكلمنا مع بعضنا عن مقاومه وملف، واتفقنا مع بعض مفيش اي جديد على الحلقه اللي فاتت او الجزء اللي فات، لان الاي تربيع هنا لو اتضربت في زد يديني اس، والاي تربيع هناك لو كانت ضربت في زد برضه هيديني الاس. اللي اختلف كله حاجتين اتنين بس، اللي هي كيو، مره اجيب الكيو على انها اي تربيع في اكس ال لو ملف، ومره اجيب الكيو اللي هي القدره الغير فعال على انها اي تربيع في اكس سي لو هي مكثف، ومره اقول الاي تربيع في الاكس ال ناقص الاكس سي لو اداني الثلاثه مع بعض اللي احنا لسه شايفينهم من شويه. بكده يا اولاد يعتبر الجزء ده اللي هو البند بتاع التيار المتردد ده يعتبر انتهى خالص. بخدنا بكده الثلاث حاجات مع بعض اللي هي المقاومه والملف والمكثف، قبلهم خدنا المقاومه مع الملف، قبلهم خدنا المقاومه مع المكثف. عايزك بقى النهارده تعمل لي نوتس كده مع نفسك وتلخص لي كده الكلام ده بسرعه، ان المقاومه في حاله وجود تيار متردد بتبقى في اتفاق وجه واحد مع التيار، يعني الجهد والتيار في اتفاق وجه واحد. اما اذا كان هناك مكثف في الدائره الكهربيه متوصله بتيار متردد فان الجهد يتقدم، لا يتاخر عن التيار، برافو عليكم، بزاويه 90 درجه. لكن الملف بيعمل ايه؟ بيقدم الجهد عن التيار بزاويه 90 درجه. فبالتالي كده انا خدت الثلاثه دول كده فرضاني، زي ما بيقولوا كده كل واحد على حده.
لكن انا بقى عايز اخليهم في بيت العيله. بيت العيله يعني ايه؟ اجيب ملف مع مقاومه، واجيب ملف مع مكثف، واجيب ملف مع مقاومه مع مكثف، واوصل تيار متردد واقول لك هات لي شويه البيانات اللي احنا قلناها. التيار في كل الدوائر الكهربيه بيساوي الجهد على المقاومه. الملاحظات دي عايزكم تدونوها وتخلوا بالكم منها بناتي واولادي اللي في الصف الاول. الجهد الكلي لو عايز تحسبه في اي دائره كهربيه قول لي مربع الجهد اللي على المقاومه زائد مربع الجهد اللي على الملف. طب لو كانت مكثف شيل كلمه ملف وحط مكثف. طب لو قال لي هات الجهد الكلي في حاله ثلاث حالات، يعني في حاله مقاومه ومكثف وملف، بنعمل ايه؟ بقول له الجذر التربيعي لمربع جهد المقاومه زائد، وافتح قوس بقى واقول له مربع ايه؟ برافو عليك، جهد الملف اطرحه من جهد المكثف، الكل ايه؟ الكل تربيعي، يعني اطرح الجهدين من بعض واللي يطلع اربعه واجمعه على جهد المقاومه. الموضوع يعني انت لو لاحظت كده هات الثلاث مسائل كده اللي حليناهم في مدار الثلاث حلقات، الحلقه دي والحلقه اللي فاتت، هتلاقي الموضوع كله يعتبر كالاتي. ان احنا عندنا ثوابت في الدوائر الكهربائيه ما بتتغيرش، زي التيار جهد على اعاقه، في على زد، القدره الفعاله اي تربيع في اي تربيع في ار، القدره الغير فعاله اي القدره الغير فعاله، خلوا بالكم بقى هنا اللي هتختلف، اي تربيع في اكس ال، اي تربيع في اكس سي، اي تربيع في اكس ال ناقص اكس سي حسب الحاله اللي موجوده عندك. القدره الظاهريه هتلاقيها ثابته في كل المسائل اللي معانا، اي تربيع في الزد، الاي تربيع اللي هو التيار مربع في الزد اللي هي الاعاقه. الكوزاين فاي لو انتم لاحظتوا اخر مساله كده لما حليناها مع بعضنا قلنا بيساوي في ار على في او بي على اس او ار على زد. طب انا متاح لي اي واحد فيهم؟ اه متاح لك اي واحد فيهم، حل زي ما انت عايز براحتك خالص وهيطلع الناتج ده، هو الناتج ده هو الناتج ده. الجديد بقى النهارده اللي اتكلمنا عنه كوزاين فاي، لو عايز اخليها زاويه اضغط على زر الاله الحاسبه شيفت تاني الزاويه يطلع الناتج معاك مباشره من غير اي مجهود. طب تمام كده انتهينا النهارده من حلقه النهارده، انا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم، ان شاء الله تتابعونا بقى على الجروب بتاع القناه، واي اي مساله قدامنا او اي حاجه عايزين نتناقش فيها انا معاكم ان شاء الله باذن الله.